ورجعنا من الفاصل والبيتزا في الفرن، عملت التانية بقى الاتنين في الفرن اوريهم لكم. وبدلت بقى، كنت حاطاها تحت طلعتها ودخلت الجيده مكانها تحت، وقربوا خلاص ان هما يخشوا ايه في استوى اهو. طبعا اللي فوق هتشال الاول، اللي فوق دي كانت تحت، وبعدين طلعتها فوق ودخلت مكانها التانيه. تمام كده؟ فهسيبها شويه وبعدين اروح ايه مطلعاها. وطلع اللي تحت فوق. نيجي بقى دلوقتي نعمل صنف بسيط كده، هنعمل بطاطس بالسماق. عندي بطاطس مسلوقه مهروسه، بصل، ثوم، سماق، سمنه روابي. ما حطيتش اي اضافات جديده عشان السماق يظهر، هو ده اللي يديك الطعم الجديد للبطاطس. فنيجي هنا ناخد معلقه من سمنه روابي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه كده من السمنه. معلقه من السمنه حوالي على حوالي كيلو بطاطس. انت بقى اعملي زي ما انت عايزه، نصصي اعملي نص كيلو ربع كيلو بطاطسيه عشان تجربي في طعمها. لو انت مش مالكيش يعني معامله مع السماق كتير، فجربي بايه؟ ببطاطسيه واحده واسلقيها، وتعالي اعملي معانا كده زي احنا بنعمل دي. بصلايه صغنونه برده، وتعالي شوحيها على النار مع شويه ثوم والسماق، وننزل عليهم البطاطس المهروسه. معانا سومه. الو الو، ازيك يا سومه؟ ازيك يا مدام نجلاء، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ الحمد لله، بحبك قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، ده من ذوقك. انت اخبارك ايه؟ اتفضلي. انت اموره ازاي؟ رباني. ربنا يخليك يا حبيبتي، من ذوقك. بص كده، شوح البصلايه مطريها دون امل في الحياه. البس البتاع دي تسمع يا عم. قاعد فاضي كده. ماشي. والنهارده عيد ميلاد مين يا ولاد؟ النهارده عيد ميلاد رمضان زميلنا هنا، قول له كل سنه هو طيب والحمد لله. الحمد لله على سلامه احمد عصام الصعيدي، رجع من فرنسا بالسلامه، كان بيتعالج بره، كان مجزوع رجله وبعتناه بعثه لفرنسا يتعالج، وجه الحمد لله. الحمد لله على سلامته. ادي البصله والثوم. احنا عندنا اللي الجزء يروح فرنسا على طول، ما قدرناش تفاهم. وادي الثوم. معنا مريم. يا مريم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله والله. الحمد لله. بس حضرتك، بس الكريمه اللباني هي كريمه شانتيه العاديه وبتتعمل ازاي يعني؟ لا لا، كريمه شانتيه حاجه والكريمه اللباني حاجه. طيب. الكريمه اللباني دي بتبقى سايله علب كده زي علب اللبن، دي كريمه لباني. ماشي. وممكن تضربيها عشان تعمليها لتزيين، ضرب كام ضربه كده لغايه ما تجمد وتوقفي، لو وصلت الضرب فيها بتتحول لزبده. ماشي. لو انت عايزه كريمه لباني وفي وصفه، ممكن تستخدمي بدلها القشطه. القشطه اللي هي على وش اللبن، غير وصفه ان انت تعمليها لتزويق التورته. انا كده عملت بصلايه وتوم. بص، معلقه كبيره من السماق. معانا منى. يا منى. الو. ازيك يا منى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. ليكي سؤال يا منى؟ اتفضلي. عايزه تورته الايس كريم. تورته الايس كريم؟ حاضر. ماشي يا منى. بس لازم كده بص المسلوقه بقى على الايه؟ على البصل والثوم والسماق، واديها ملح وفلفل فقط لا غير. حابه تضيفي كمون؟ بس انا مش عايزه ايه؟ اضيع طعم السماق، عايزاكي تحسي بيه كده كتغيير في طعم البطاطس. وادي الملح. نقلبهم مع بعض كلهم كده بقى. ثم طعمه ميزز كده شويه، فما نكترش قوي برضو، يعني معلقه حلوه قوي. معلقه على الكيلو، ها خلي بالك، معلقه كبيره دي على الكيلو بحاله. لو انت هتحطي مثلا اقل من كده، قللي الكميه خالص. كده
ممكن نقدمها كده وممكن نعمل ايه وممكن نحطها في الفرن. حابه احطيها في الفرن شويه تتشمع مع بعضها ماشي، مش حابه وعايزاها كده زي ما هي، هي كده برده كويسه قوي. تغيير في طعم البطاطس. معانا رحمه. الو، ازيك يا رحمه؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله انت طيبه. وانت طيبه ربنا يخليكي. اخبارك ايه يا رحمه؟ تمام الحمد لله. عايز اسالك سؤال. اتفضلي. عايزه كده مربى المشمش. عايزه ايه؟ مربى المشمش؟ مربى. صح، دي في اوانها بقى. ماشي يا رحمه، حضرتك هتعمليها انت ولا جدك؟ كام سنه يا رحمه؟ مشيتي؟ ماشي يا رحمه. ام محمد معانا، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازيك يا ام محمد، عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ايه اخبارك؟ ايه يا مدام نجلاء؟ الحمد لله والله، الحمد لله والله العظيم. اكلاتك جميله يا مدام نجلاء، ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا بحبك قوي وبنقول كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب، ويعيدوا عينا وعليكم بخير يا رب ان شاء الله. وعايزين اكلات منك حلوه كده في شهر رمضان. هتصحوا بدري؟ من اسكندريه انا، وعايزين اكلاتك الجميله دي. هتصحي بدري ولا بتصحي متاخر في رمضان؟ لا بنصحى بدري. طيب عشان الحلقه الساعه 10:30. ماشي. ماشي ان شاء الله. ماشي. وانت طيبة وربنا يخليلك عيالك يا رب. الله يكرمك يا رب، ميرسي ليكي جدا ولذوقك، كل سنه وانتم طيبين. بلم زباين بلم زباين. عشان ما اجيش الصبح اقعد لوحدي. زي كده. كمان كمان. لا عارفه يا اخوي. ما فرقتش يعني، خير ان شاء الله. المهم نلم زباين نقعد بيهم بس. ادي كده اديها تشميعه في الفرن، والبيضة التانية قربت تستوي معانا شاذة.